السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم من مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا، ما غاديش اليوم ما بقاش وقت السكات، خاطش المنتخب الوطني راه في اللعب اليوم. كيما درك راني نهدر، الكراس كانت ب 30 مليار راهي ب 35 مليار. هذا المنظومة اللي جابوا الكراس متفاهمين معاه باش ياكلوا معاه، باش نعطيها لكم، نعطيكم هذه هي الحقيقة. مكاش لي يجي يهدر لكم زر هدرة، راني نقول لكم شكاين. والحمد لله يا ربي، لا بيت روحوا تشوفوا، روحوا شوفوا شا كنا نهدروا. ها راه ابراهيم شاوش في البي في في في, في, في الهداف هدر، ها راه نصر الدين بغدادي حسين جناد في الباهية هدر. ما نجيش نضحكك، انا ولا نتبهلل باش الناس يدخلوا يشوفوا منا، ولا نطيح على عوار ولا نعاير بالشيخ ولا غالي. ها هذاك الكلب، هذاك كلب 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 عندي المراه هذيك عنده 20000 ابون، كلب كلب كان يا خالعاته يسيب عنده 200000 ولا راه مخلوع، مخلوع بانت له بلي صايك. كلب راهم يتفرجوا فيه 150000، 200000 كلب متفرجين فيه. قالت له ولدت لكم، ولدت لكم كاين لي مسكين مخلوع، كاين لي الله غالب مخلوع، الله غالب عنده دار يوتيوب مخلوع، مخلوع مسكين الله غالب. كلب راه عنده لي زابوني جاي كاين لي عاير، ما نعاير لا 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 عوار لا والو، نجيب لك شتا كاين هنايا خاطش على المنتخب الوطني في اللعب. نجيب لكم التالي، نهضر بالاسماوات كيسموه حكيم الدين. شكون اللي دا مع ماجر الدراهم؟ شكون اللي قسم مع ماجر الدراهم؟ حكيم الدين هو اللي قسم الدراهم مع ماجر، كلا معاه. انا راني مسؤول على كلامي، اش راني نهدر؟ انا راني مسؤول على كلامي، اش راني نهدر؟ اش راني نهدر؟ حكيم الدين كلا الدراهم مع ماجر، كاش اللي يجي غلطكم؟ نعطيكم لوفيسيال دا معاه دراهم كبار. وزيد زاتشي متهم مع الكراس، زاتشي ماذا به تطلع توصل 60 مليار، 60 50 مليار باش ياكل معاه. انا راني مسؤول على كلامي، راني نهدر. بالك تحسبوا بلي رانا نهضروا غير مريسه، ما راناش نهضروا مريسه، هذه حقيقه، هذه هي الحقيقه اللي رانا نهضروا فيها، هذا هو الصح. خاطش على ليكيب ناسيونال راهي في اللعب الشهر الجاي، طاوهم ديلي تاع الشهر الجاي جوي طاوهم ديلي جوي. والفيفا ما عندها حتى مشاكل مع لي زيكيب الموند كامل، ما كاش مشاكل. نقولك شي حله، اي حله البيبان هي الجزائر وتقارع كيما هكا. مراد مازار رئيس مكافحه الفساد الدولي، عبالك شنو قال لكم ولا ما بالكش؟ قال لك الفيفا، قال لك كيما راكم تهضروا كلشي يوصل مترجم للفيفا، ترجم عندها اللي ترجموا لها، عندها اللي ترجمين تاعها، عندها كلش كلش واصل لها. قال لكم البي بي سي حطت الملف تاعها في البي في الفيفا، الفساد الرياضي اللي هنايا. ناس كيفاش هذا زاتشي وجماعه زاتشي لوبيات، لوبي تاع كرة القدم هنا في الجزائر، كيفاش هم يديروا في ضغوطات على الوزير الشبيبة والرياضة؟ هم يديروا عليه ضغوطات كبار، وين الوزير هو اللي يتحمل المسؤولية، هو اللي يدى لافير تاع المكالمة. بصح انت زتشي، انا نقول لك زتشي الطريق لك تخمم فيها القدام، راهي حفرة كبيرة، هم دايرين حفرة كبيرة باش يكون على بالكم. نتا الطريق لا دايرها اي محفوره، الناس مولين مع ديك الطريق تاعك تايا. نتا زاتشي ضغوطات واللوبيات العصابه. انا خاطش قلت لكم النهار الاول، شنو قلت لكم؟ ماشي غير اليوم نهضروا فيها، رانا نهضروا فيها باللي العصابه اللي راهي في كره القدم اخطر من العصابه اللي في السجن. الهم تاعهم الواحد، مكاش لي يضحك عليكم، مكاش لي غلطكم. زاتشي والمجموعه اللي مع زاتشي واللوبيات اللي مع زاتشي في العصابه الثانيه اللي في كره، عصابه راني نقول، عصابه الثانيه اللي في كره القدم
الهم تاعها الوحيد وهي معاقبه المنتخب الوطني الجزائري. خاطر هما يقول لك حنا رايحين ما نخلوها مورانا نار. يروحوا يخربوا في سطيف في طوي ينوضوا الولايه تاع سطيف، يخرجوا الشعب تاع سطيف، يعاودوا يحيوها مسطيف الفوضى. انا نعطوكم شان نقول لكم في الصح، هذه هي الحقيقه. ويجي النهار ويمشي النهار بالك غادي يهضروها في ذي الايامات يهضروها. حنا عندنا الشرف رانا نهضروا فيها، حنا الولا رانا نهضروا فيها، خاطر انا راني هنا في الجزائر، انا مانيش برا ونقصر داندو، انا هنا في الجزائر. واللي عنده حاجه مع احمد راني هنا ساكن في عين تادلس، سكنتي في عين تادلس ماني فالس، ساكن هنا في تادلس انا. واللي عنده حاجه راني هنا، كاش كاع مشكل. هادي حقيقه رانا نهضروا فيها، ناس اللي راهم يحوسوا معاقبه المنتخب الوطني الجزائري. كيفاش نقولها لكم؟ العصابه لا برا لا برا اخطر من العصابه لا داخل. راهم يخدموا عاطين الولاء اللي راهم لداخل، راهم يديروا في ضغوطات على الوزير. زاتشي ما عندوش دراهم كاش، راه قاعد فماك الفي كاين اللي يقول لك علاش ما يوخروش. واه جمدوا له صوالحو بصح علاه ما يوخروش؟ قال لك علاه ما يوخروش يا ودي؟ ما ينجموش يوخروها. روح شوفوا بصح انا ما نعرفش رئيس مكافحه الفساد الرياضي مراد مازار، ها هو راه هدرها فانيك، راه هدرها في الجريده تاع الوطن، انا هدرتها هو هدرها. قال لك ما ينجموش يقلعوه، اللي كون يقلعوه يتوشو رئيس الاتحاديه الفيفا تضرب. قال لك الفيفا حل بيبه راهي تشوف كيما هكا حل بيبه. قال لك ما عندها حتى مشكله مع انديه عالميه في العالم ولا منتخبات في العالم. قال لك عندها مشاكل الزبل اللي راه لهنا زاتشي اللي دارها الزبل وين راه؟ راه في الاتحاديه تاع الجزائر. قال لك هذا مكان الاتحاديه الوحيده في العالم اللي الفيفا راهي تقارع كاش غلطه. انديه يسالوهم للاعبين ويسالوهم محترم، يسالوا مدربين وشكون اللي حل هذا الباب، وهو هذا زاتشي واللوبيات اللي معاه حلوا ذا الباب. فوضى، دير تشوف فوضى مليح. علاش راهم يحوسوا على البطوله تتلعب؟ يحوسوا على البطوله تتلعب كما قلنا لكم وعاودها لكم عمي حسين في الجنات في الباهيه، من اجل ليكريم تاع البطوله تاع ثمانيه يطلعوا ثمانيه سته يطلعوا. ناس كما قلت لكم راهي في سيمانتين ولا ناس يديها دراهم في الشيشه، راهم داين دراهم. شكون اللي يطلع؟ شكون اللي يقعد؟ شكون؟ راهم تصايق قالبين دراهم هذوك السته اللي يطلعوا وثمانيه اللي يطيحوا والناس اللي تقعد والناس اللي ما تطيحش وكلش، راهم داين دراهم. صايق سيبو راهم داين دراهم. انا نقول لكم ناس داد دراهم، هم يحوسوا يطلعوا لي، هم يحوسوا يلعبوها في طوع ما بينهم لا ناسيونال ان لا ناسيونال دو تاع ثمانية ستة يطلعوا فما قالهم داين لاعب اللعب كبير دراهم كبار هم لاعبينهم، ويحوسوا كيفاش الكراس تقعد المهلة كيما هاكا وتقعد تزيد راهي شحال زادت؟ راهي 35 مليار. راه ماشي انا هدرتها ودي، ماشي انا نهدر فيها، ماشي انا هدرتها، راه مراد مازار هدرها بالك شتوها، راه هدرها. قال لهم يا ودي راهي 35 مليار زادت لي زانتيري طلعوا. قال لك وانا المعلومه اللي عندي زاتشي داي مع الكراس كيما حكيم الدان دا الدراهم مع ماجر. هذه شو كاش اللي يجي يغلطني وكاش اللي يجي يهدر كاش؟ على بالنا شكاين، على بالنا شكاين. حنا رانا نجي نقول لكم الحقائق شكاين شو كاش. قادر انا نكذب لكن نلعب نهدر على عوار نعاير عوار ولا نشكر عوار ولا نشكر بسبعيني ولا محرز راه عاود ولا راه اخر. هذه خليهم حتى يلعبوا نهضروا عليهم، هضروا على الصح على الزبل اللي راك الزبل اللي تدافعوا عليه. تلعبوا تدافعوا على جماعة بالماضي وانتم بيكم الزبل، بغيتوا تتنقاو مع الزبل تتنقى في وسط الزبل يا ولد الزبل. زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي زاتشي يدي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار الرشا وما الزبوش
الرشا ومزبوج الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي. ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه.